السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع تاني دروس الوحدة الأولى بعنوان الصون ريفيني، وعنوان درسنا النهاردة اللي هو الجرامير دوزيام بارتي الجزء الثاني. هنتكلم النهاردة إن شاء الله فيه عن لامبارفي أو الماضي الناقص، وبنشوف أول حاجة في الزمن دوت اللي هو لا فورماسيون دو لامبارفي أو تكوين الفعل في زمن الامبارفي او صيغة الامبارفي بتيجي ازاي. بنقول ان اون فورم لامبارفي كوم دو سويت، بنكون زمن الامبارفي كالتالي. اول حاجة بنعمل ايه؟ اون جوج لو فيرب افيك نو، بنصرف الفعل مع الضمير النو. تاني حاجة اون افاس لو برونو نو الى فا او ان اس، يعني بعد كده بنحذف النو اللي هو الضمير اللي احنا مصرفين معاه الفيرب، وبنحذف كمان نهاية التصريف اللي هي الـ ONS اللي بتيجي مع النو. تالت خطوة معانا هي on ajoute les fins suivants، يعني بنضيف النهايات التالية. النهايات دي بنحفظها زي اسمنا بالظبط، زي ما حفظنا قبل كده النهايات بتاع الزمن المضارع البسيط او لو بريزون دو لانديكاتيف اللي هي الاو ان او اس او او ان اس او زد او ان تي، برضو دي نهايات الامبر فيه بنحفظها زي اسمنا بالظبط، مع الجو النهايه بتبقى اي اس، مع النو بتبقى اي او ان اس، مع تشي اي اس، مع الفو اي او زد، مع ال ال وال ال تبقى اي تي، مع ال ال افيك اس وال ال افيك اس تبقى اي او ان تي. ودي نهايات دي لازم نحفظها، مهمه جدا ان احنا نفتكرها لانها بنضيفها مع كل الفيربات ومع كل الافعال في زمن الامر فيه او في صيغه الامر فيه. يبقى اول خطوه معانا بنراجع عليهم تاني، احنا بنصرف الفعل مع الضمير النو. تاني خطوه ان احنا بنحذف النو، بنحذف الاو ان اس. تالت خطوه ان احنا بنضيف النهايات اللي معانا اللي احنا شفناها دلوقتي، دي ال اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. بنشوف مثال على الكلام ده، مثلا فيرب الي، فيرب الي مع النو بتبقى نو زالون. الخطوه اللي بعد كده شفنا ان احنا شلنا النو ونشيل الاو ان اس وبنضيف النهايات بتاعتنا، يبقى جالي تي الي ال وال الي نو زاليون وزاليي ال زالي. مثال تاني يوضح لنا اكتر، فيرب مثلا زي فيرب سومبلي معنى يبدو، بتبقى سومبلون، بنشيل النو بنشيل او ان اس وبنضيف النهايه بتاعتنا، يبقى جو سومبلي نو سومبليون تي سومبلي فو سومبلي ايل سومبلي و ايل و ايل افيك اس سومبلي. رابع نقطة معانا في تكوين زمن الأمبر فيه بالنسبة للأفعال الشاذة، دي فيرب الريجولي. في بعض الأفعال شاذة في تصريفها مع زمن الأمبر فيه، بنشوف أشهرها. أول فيرب هو فيرب إيتر. فيرب إيتر بنلاحظ إن هو إن بيكون عن طريق إن إحنا بنقول إي أكسون تيجي تي، وبعد كده بنضيف لفا زائد لفا أو النهايات. فيرب فالوار، طبعا هو فيرب فالوار ما بيصرفش غير مع الإيل، فبيبقى إيل فالي بمعنى يجب. بلوفوار برضو بمعنى تمطر، ما بيصرفش طبعا غير مع الضمير الال، يبقى ال بلوفي. التعبير اليا بمعنى يوجد، ده تعبير على بعضه بيبقى اليافي اليافي. خامس نقطة معنا في تكوين زمن الامبر في، بنقول ان لي فيرب اون جي اون جي او ار اون ليس لو او كي فيان ابري لو جي افيك تو لي برونو سوف نو اي فو. يعني ايه الكلام ده؟ في الأفعال اللي بتنتهي ب جي او ار، طبعا عارفين ان هي طبعا بيبقى فيه اي او او حرف الاو قبل الاو ان اس، قبل الاو ان اس، فبنحذف الاو ان اس وبنسيب الاو بدناها موجودة مع كل الضماير ما عدا النو والفو بنحذفها. نشوف مثال على الكلام ده يوضح لنا اكتر، مثلا فيرب مونجي يبقى نو مونجيون، لاحظ ان في او قبل الاو ان اس. طيب لما نيجي نصرفه في زمن الامبر فيه بنحذف الاو مع النو والفو فقط، اما مع باقي الضماير بتفضل الاو اللي هي جايه بعد الجي زي ما هي. يبقى هتبقى جو مونجي نو مونجيون تي مونجي فو مونجي ايل مونجي وايل افيك اس وايل افيك اس مونجي. سادس نقطة معانا لي فيرب اون سي او ار. طيب الأفعال بتنتهي بسي او ار، إيه اللي بيحصل فيها؟
نلاحظ ان الاون بيقول لنا ان اون رومبلاس لو سي بار لو سي افيك تو لي برونون سوف نو اي فو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الافعال اللي بتنتهي بسي بسي او ار بنشيل او بنحذف السي العاديه وبنيجي مكانها السي اللي هي الافيك تري اللي هي معانا ديت مع كل الضمائر ما عدا النو والفو بتبقى معاها السي العاديه. نشوف مثال يوضح لنا الكلام ده. زي مثلا فيرب بلس سي، بلس سي بتبقى نو بلس سون السي العاديه. طيب لما نيجي في زمن الامبر في مع الجو بتبقى السي افيك تري، ومع تي ومع الال والال ومع الال افيك اس والال افيك اس بتبقى هي السي بالتري، ومع النو والفو فقط بتبقى السي العاديه. يبقى في كل الضمائر لاحظنا ان السي اللي موجوده معانا السي اللي هي معاها العلامه اللي من تحت ما عدا السي بتاعت النو والفو بتفضل ايه؟ السي العاديه جدا. طيب النقطة الأخيرة معانا بيقول لنا لي فيرب برونومينو، الأفعال ذات الضميرين اللي بيحصل فيها اون كونجوج لو برونو دوبجي سو سولون لو سوجي دو لا فراز. يعني بنصرف الضمير المفعول السو طبقا لفاعل الجملة. مثال على الكلام ده يوضح لنا أكتر. لان ديرنيي جو مو لوفي ا ست اور شاك جور. لان ديرنيي جو مو لوفي ا ست اور شاك جور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السنة اللي فاتت انا كنت بصحى في نفس الميعاد في الساعة 7 صباحا كل صباح. يبقى هنا لاحظنا ان الضمير السو اتغير مع الجو بقى مو، يبقى جو مو لوفي. لاحظنا هنا ان احنا بنصرف الضمير السو طبقا لفاعل الجملة. بعد كده لوزاج دو لامبارفي، استخدام الامبارفي يا ترى بنستخدم الزمن ده في ايه؟ بور ديكرير ان ايفينمون كي سو باس دون لو باسي، يعني نوصف حدث تم في الماضي او حدث في الماضي. زي اير الفيزي فروا، اير الفيزي فروا، امبارح كان الجو بارد. يبقى هنا استخدمنا زمن الامر في وصف حدث تم في الماضي. تاني استخدام بور اكسبريمي اون ابيتود كي سو ريبيت دون لو باسي، يعني عشان نعبر عن عاده كانت بتتكرر في الماضي ايضا. زي ما نقول لو موا ديرني، الشهر اللي فات، مون بير نوز اكومباني او كلوب شاك جودي، كان والدي او الاب يعني بيصاحبنا الى النادي كل يوم خميس او كل خميس. يبقى هنا دي عاده تكررت في الماضي لفتره زمنيه معينه وهي لمده مثلا شهر. تالت استخدام للامبر في سيليا دو زاكسيون او باسي او مي لاكسيون لا بلو لونغ ا لامبر في اي لاكسيون لا بلو كورت او باسي كومبوزي. هذه نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. بيقول لنا إذا كان في حدثين حدثوا أو تموا في الماضي فبنضع الحدث الأطول في زمن الأمبرفي والحدث الأقصر في الزمن الباسي كومبوزي. نشوف مثال يوضح لنا أكثر الكلام ده. لما نقول إيير بوندو كو جو فيزي مي دوفوار مون بيري تاريفي، يعني أثناء ما كنت بعمل واجباتي إمبارح والدي وصل. طيب عملنا احنا ايه هنا؟ حطينا فيرب فير في زمن لامبر في بقى جو فيزي مي دوفوار، لان عمليه انهاء الدروس او عمل الواجبات هو الحدث الاطول، هو الحدث المستمر. ايه اللي قطع الحدث المستمر دوت؟ هو وصول والدي. يبقى مون بير اتاريفي، والدي وصل. يبقى الحدث الاقصر او اللي تم اللي قطع الحدث الطويل هو ده اللي بيتحط فيه الزمن البسيط كومبوزي، اما الحدث الاطول فدايما بيتحط في او يوضع في صيغه الامبر في. في عندنا استخدام اخر سي بوسيبل دو تروفي لي دو زاكسيون ا لامبر في، في امكانيه برضو ان احنا نجد ان الحدثين بنضعهم في الامبر في اذا كان الحدثين ايه؟ اذا كان الحدثين متزامنين، يعني بيتموا في نفس الوقت بالظبط. زي ما نقول اير مون بير روغاردي لا تلفزيون بوندو كو مامير بارلي او تليفون. لاحظنا هنا ان الحدثين بيتموا في نفس الوقت، يعني مون بير روغاردي لا تلفزيون بيشاهد التلفزيون، ده بياخد مساحه من الوقت. بوندون كو مامير بارلي او تليفون، يعني اثناء ما كانت والدتي بتتكلم في التليفون، وده برضو بياخد نفس المساحه الزمنيه. يبقى الحدثين كانوا بيتموا في نفس الوقت والفتره طويله. اذا ممكن في هذه الحاله ان احنا نضع الحدثين او الفيربين في زمن الامبرفي. بعد كده في نقطة مهمة برضو معانا اللي هي دي موكي انديك لامبرفي، الكلمات الدالة على زمن الامبرفي او لما نشوفها في الجملة نعرف على طول ان الفيرب لازم يتصرف في زمن الامبرفي. اول كلمة معانا هي اير
الأمس. إن بيريود معنى فترة زمنية معينة، بلوس باسي زي ما مثلا لا سومين باسي الأسبوع الماضي، أو لو موا باسي الشهر الماضي، وهكذا. إليا ويجي بعدها إن بيريود فترة زمنية معينة معنى منذ، إليا مثلا إليا موا منذ شهر. ديجا معنى قبل. إن بيريود برضو فترة زمنية لما يجي وراها ديرني أو ديرنيير، لسومين ديرنيير أو لو موا ديرني، وهكذا. لما تيجي برضو فترة زمنية وبعدها بريسيدون السابق، لو موا بريسيدون الشهر السابق، لسومين بريسيدونت الأسبوع السابق أو الفائت. دي كلها كلمات تدل على زمن الأمبرفي. من خلال درسنا النهاردة بنستطيع أن نتوصل لنقط مهمة لازم نفتكرها كويس جدا. أون كونستات بنلاحظ لا فورماسيون دو لامبارفي، تكوين زمن الامبارفي ازاي، الخطوات بتاعته ازاي، والافعال الشاذة، وهكذا. تاني نقطة معانا هي لوزاج لامبارفي، استخدام زمن الامبارفي، استخداماته المتعددة. تالت حاجة اللي هي دي موكي انديك لامبارفي، الكلمات الدالة على زمن الامبارفي اللي احنا خدناها. دي لازم نركز على التلات نقط المهمة ديت. في بعض الاسئلة معانا بتوضح لنا او على تطبيق على درسنا النهاردة اللي هو لامبارفي. السؤال بيقول كونجوج لي فيرب ا لامبارفي، صرف الافعال التاليه في زمن الامبارفي. اول جمله معانا بيقول لنا توت لا نيدرنيير، طول السنه اللي فاتت، نو سوليفي اسيتور، يعني كنا بنصحى الساعه 6 صباحا. بنصرف فيرب سوليفي ازاي؟ قلنا نسو هتاخد نفس التبعيه بتاعت ضمير النو اللي هو فاعل الجمله، ولوفي طبعا بتاخد النهاية بتاع مع نول اي او ان اس، هتبقى توت لاني ديرنيير نو نو لوفيون ا سيزور. الجملة التانية للتي ديرني الصيف اللي فات، جو فير دي باتون شاك ابري ميدي، هنصرف الفعل ازاي؟ للتي ديرني جو فيزي دي باتون شاك ابري ميدي. الجملة التالتة معانا كون نو زاتر بيتي نو مونجي بوكو دو شوكولا، صرف فيرب اتر عادي جدا اللي احنا قلناه، يبقى كون نو زيتيون بيتي نو مونجيون بوكو دي شوكولا. الجملة الرابعة معانا لان ديرنيي فوز اريفي او ليسي اسيتور شاك ماتا، هتبقى لان ديرنيي فوز اريفيي او ليسي اسيتور شاك ماتا. فيرب عادي جدا صرفناه في زمن الامبرفي، صرفناه مع النو، شلنا النو وحذفنا ايضا ال او ان اس، وضفنا النهايه اللي هي الاي او زد مع الضمير الفو. وفي النهايه الى فا ميسي بوكو بور فوت اتونسيون افيك نفهم اي ا بيانتو.